كرة ملعوبة عالية أو عرضية، الكرة تتخلص من مدافع المنتخب الماليزي تاج أمير، عادت لعمر، نزلها لعامر، عامر أمامي حلوة، يلا يا شباب، أول أهداف منتخبنا الوطني عن طريق مهند العنزي، جول إماراتي مع الدقائق الأولى في الدقيقة 16، مهند العنزي بيسجل لمنتخبنا الوطني هدف جميل يعلن عن فرحة شباب الإمارات في اللقطة الماضية، صناعة عامر عبد الرحمن ووضعها مهند العنزي في المرمى ليعلن عن أول أهدافنا في مباراة الليلة، أول ما هو بتالي بإذن الله، هذا البادي، هذا أول بادي لمنتخبنا، وإن شاء الله الأهداف تأتي تبان، العنزي بيحطها، بذكرنا بذكريات حمدون، بذكريات خليل غانم، بذكريات حسن سهيل، بذكريات مدافعين كثار سجلوا لمنتخبنا الوطني من ضمنهم أيضا بشير سعيد بهذه التصفيات. الإماراتي عامر أمامية حلوة لعلي مبخوت، علي بالأبهى، الكرة أمام المرمى ولكنها بتعود مرة ثانية، الثاني علي مبخوت، الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 22، علي بيحطها في المرمى، أعطني مبخوت وارمني في البحر، عطني علي وعقني بحر ما عندي مشكلة، علي مبخوت الآن يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، أيضا الصناعة من عمر عبد الرحمن، تو أسيست لعمر، لعامر يصنع هدفين، الماليزي يخطب على ذلك ومبخوت يضعها في المرمى، اثنين ولسه باقي، اثنين ولسه فيها بإذن الله، هنا علي مبخوت يسجل لمنتخبنا الوطني الهدف الثاني الآن، علي مر في الأولى طالت عليه حصلها حارس المرمى ولكن سقطت كثير حارس المرمى، ومن أهم سمات المهاجم المتابعة يعلم من خلاله عن هدفين إماراتيين، الصناعة لعامر مرة لمهند ومرة لمبخوت، والاثنين للإمارات والاثنين لمنتخبنا الوطني، 2-0 حلوين بهدفين والبحث عن الهدف الثالث، كرة ملعوبة عموري، عموري عموري بالأول، كرة أمام المرمى، السلام خليل ما لابدي، أبيضنا يستعرض، أبيضنا يسيطر، أبيضنا يضرب بالثلاثة، يرتدي اللون الأحمر وعينه حمرا الإماراتي، يا سلام يا عموري ويا سلام يا خليل، ومنتخبنا يسجل الثالث الآن، صناعة من عمر وخليل يضعها في المرمى معلنا عن هدف ثالث لمنتخبنا الوطني، حالة من التنوع، حالة من الإبداع، حالة من الصناعة المميزة، حالة من النهاية الرائعة، حالة هي حالتك السر يا الأبيض، حالك سر يا الأبيض، وش حالك يا الأبيض، حالة طيب ويسر، الإمارات 3 ماليزيا لا شيء، ما شاء الله كبيرة، الله يهديك، اهدى اهدى يا دولة، هذا دولة صالح، عندي خليل، عندي وليد، عندي هالأسماء يا سلام، أطمع ونص، أطمع ونص، هو الرابع، هو الرابع، يلا يا حبيب يا سلام، الرابع من رقم 4، والأبيض يبغيها شبه، شبه الله عليك على كعب، الله عليك على صناعة، الله عليك يا حبيب، حطها في المرمى وأعلن الرابع لمنتخبنا الوطني، آه على بداية، آه على عاصفة، ما هو بترابية لا، عاصفة إماراتية، عاصفة جميلة، هذه انطلاقتك يا الأبيض الليلة، هذه انطلاقتك يا منتخبنا الليلة، سير سير الله معك. المشاركة الدولية عباس ما راح يقدر يكمل المباراة، عالية إماراتية الخامس، الله خمسة في أقل من نصف ساعة، ما كمل 10 ثواني، بن سليمات لجته التحية من منتخب الإمارات بالخامس عن طريق خليل، خمسة وعامر يصنع
الصناعة، هاتريك للصناعة، ثنائية لخليل والحارس البديل الله يعينه الله يعينه. منتخبنا في يومه، منتخبنا في ليلته، وطاب ليلك يا إماراتي وطابت أمسيتك يا إماراتي. 5-0 ايش بتسوي؟ لا خلوهم يشاركون بحارسين عادي. ادفانتج إماراتي، عموري بيلعبها الكرة أمام المرمى، استعرض يا إماراتي وتفنن يا إماراتي، أنت من تحمل راياتي. 6 الإمارات 6 الإمارات 6 بإذن الله تقربنا لروسيا، لعلي موسكو، للدولة الباردة. هنا منتخبنا حامي، عموري يصنع الثالث ومبخوت يسجل الثنائية. يا سلام، عموري يرد على عامر ومبخوت يرد على خليل، وجمهور الإمارات يردد يا أبيضنا ما أروعك، يا أبيضنا ما أجملك، يا منتخبنا سير سير الله معك. هذا يبغي لهم ميحد الآن يعلق على دبي الرياضية، تعال يا ميحد حمد وغني أغاني الثمانينات وقول يا منتخب هاي جمهوركم يستاهل ومحبينكم يستاهلون. كرة حلوة لمنتخبنا الوطني، أدفانتج موجود والماليزي ما له أدفانتج، استعرض يا الإمارات كرة أمام المرمى، سبعة سفن والإماراتي أب، سفن والإماراتي أب، 7 مقابل لا شيء. عموري يصنع الرابع ومحمد أحمد يسجل السابع، 7 مقابل لا شيء. يزيكم يا عيال زايد، يزيكم يا شبابنا، 7 مقابل لا شيء لمنتخبنا الوطني. حلم ولا علم على هذا الإبداع، على هذا الإبهار، على هذه المتعة. الإماراتي يسجل السابع والإماراتي أب، 7 أب 7 إماراتية في مرمى ماليزيا في شوط المباراة الأول. لسه الشوط فيه وقت، لسه عندنا 5 دقائق نبغي الثامن. الله يعينك أنت يا 12. هذا أحمد بن بكري يقول بكير يا الإماراتيين، 7 الآن. أمر أمامي لأحمد خليل، يا السلام، عموري يصنع 5 وخليل يسجل 3، والمتعة كل أبوها إماراتية، المتعة إماراتية. الله عليكم الله عليكم، عموري بيصنع من احنا ما يكون، وخليل يقول النتيجة 8 لازم تكون. حطها في المرمى أحمد وسجل هاتريك ليصبح أول لاعب إماراتي يسجل هاتريك في تصفيات كأس العالم، 3 أهداف. لا يوجد لاعب في مباراة واحدة سجل 3 أهداف ما عدا ياسر سالم اللي سجل 5، الحين أحمد خليل يسجل 3. إن انهاها بالثلاثة سيكون هو اللاعب الوحيد اللي سجل هاتريك في مباراة، لكن عموري يصنع 5. عموري ما شاء الله تبارك الله يصنع 5. عمر عموري، عمر عموري، السلام، 9. الله عليكم الله عليكم، دوم دوم يا بلادي، رايتك مرفوعة، لابد تردون العلم الطيب، قالها أبو خالد لعياله، لابد تردون العلم طيب. عموري يصنع 6، عموري 6 هدف يصنع اليوم. عمري يا كعبك مبخوت خلاها، قال له ما تبغي، قال له عنك. هاتريك أيضا لعلي مبخوت، هاتريك لعلي مبخوت. الله عليكم الله عليكم، مبخوت حطها. شوف عمر، عامر، عمر، علي، عين، فاصلة، عين، فاصلة، عين، لمنتخب يفرح القلب والعين لمنتخبنا الوطني. يا
سلام يا سلام، الله يعينك مثل ربعك، صف مثل الحراس اللي صفوا قبلك، كل واحد انسحب في 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 تثقيف القارئ لسنوات طويلة عبر الاتحاد. كرة عشرة، عشرة لمنتخبنا، عشرة لأبيضنا، عشرة وأحلى عشرة وأحلى ذكرى. وخليل يسجل الرابع، خليل يسجل الرابع، خطفها خليل، شلها خليل، بوخلي يسجل لمنتخبنا. يا زيكم يا زي، والله تستاهلون اللي غنيكم، تستاهلون يا منتخبنا. سير سير الله معك، سير سير الله معك. تدرون ليش صوتي بيطلع حلو؟ لأنه على منتخب